زي الغدد اللي بترطب وبتفرز افرازات بتسهل العلاقة الزوجية. فالنية دي بتفرز دهون لونها ابيض لترطيب المنطقة. عشان كده انا على طول بقول بإذن الله الفيديو هيكون حصري، لأني هقول فيه كلام غالبا هتكونوا بتسمعوه لأول مرة. الفيديو ده هدية مني لكل بنت قالت لي والدتي متوفية ومفيش حد يكلمني عن نظافتي الشخصية، لكل بنت بتقولي إن والدتي بعيدة عني ومش بتكلمني في أي حاجة، وأنا بتعرض لمواقف كتير وحاجات كتير عملتها غلط في اهتمامي بنفسي. عايزاكي تشرحي لي لكل العرايس اللي تعرضت للموقف اللي أنا هقول لكم عليه، وأكيد كل واحدة فيكم في مرحلة ما من حياتها اتعرضت للموقف ده، او صاحبتها اشتكت لها من الموضوع ده وكانت محتاره ومش عارفه ترد عليها تقول لها ايه. واحده بعتت تقول لي ان انا حاسه بالم شديد في المنطقه الحساسه، تقول لي انا حاسه بوجع جوه كده مش مستحمله المس المكان، بتبول بالعافيه لما بفتح الشطاف واتشطف مش مستحمله الميه تلمس لي، انا فيا ايه ومكسوفه اقول لوالدتي ومكسوفه اروح لدكتوره هروح اقول لها ايه. فكرتني بكلامها، رجعت سنين ورا كده لما تعرضت للموقف اللي هي تعرضت فيه ده، ألم فظيع. مش يعني المنطقة دي طبعا شوف هي منطقة حساسة، ولما يحصل فيها ورم أو ألم أو أي حاجة. وساعتها كنت أنا لسه مثلا والدة يعني ابني من كام شهر كده، وما فيش حد قدامي إلا دكتور النساء اللي هو ولدني، ولما رحت له وريني كده كنت مكسوفة جدا ومعايا جوزي. الموضوع يعني محرج جدا إن أنا أقول له إن في ألم في المنطقة دي ويكشف ويشوف وحاجات كده، وكان راجل كبير في السن، دكتور كبير في السن مثلا عنده 60 ولا 70 سنة. وطبعا ايه ده ما فيكيش حاجه وانت بتدلعي وفي ايه يا مدام واتشطفي واعملي، واحرجني جدا ورد رد كده اللي هو يعني انت بتدلعي وما فيكيش حاجه ويعني كده. طبعا فاعتمدت على نفسي وبدات اعمل سيرش وادور واشوف يعني انا في ايه أو ايه المشكله اللي عندي في المنطقه دي. واكتشفت ان عندي زي التهاب او ورم في غده من الغدد اللي موجوده جوه، هي اللي ورمت وعملت لي المشكله دي ومش مستحملاها. طب يلا بينا نشوف الدكتور، يلا بينا نسمع يا بنات الدكتور اللي في الكتاب بيقول ايه واللي حل لي مشكلتي، وممكن كلكم تتعرضوا للموقف ده لان الموضوع ده بيحصل. اولا طبعا الالتهاب اللي كان حاصل اسمه التهاب في غدة بارسينول. ايه غدة بارسينول دي؟ توجد غدتان بارثولين في الجزء الاسفل من الشفرين الكبيرين الذين يغطيان الفرج. كل غدة ليها قناة تصب في مدخل المهبل، ولا تشعر السيدة بوجود هذه الغدد طالما إنها سليمة. وظيفة هاتين الغدتين إنها بتفرز مادة مخاطية أثناء الاتصال الجنسي لترطيب المنطقة والعلاقة يعني تكون سهلة. عند التهاب الغدة تبدأ في التضخم وتمتلئ بالقيح والمواد، وتكون ألمها شديدة لا تطيقها السيدة أثناء الحركة أو التبول أو كده، وعلاجها جراحي أو لو ما يكون حالتها كبيرة قوي، أو علاجها باستخدام المضادات الحيوية. يبقى أنا هنا بوجه كلامي لكل البنات والمراهقات والعرايس والسيدات، إن المنطقة دي ربنا خلقها لنا للتبول والدم الدورة والعلاقة الزوجية، لكن لازم إحنا نبقى فاهمينها وعارفينها ونعرف مشاكل نفسنا، لأن للأسف أنت ممكن تروحي الدكتور أو دكتورة يتريق عليكي أو يقابلك بطريقة كده إن أنت يعني إيه أنت بتدلعي، هو أنت تشتكي من إيه؟ بلاش دلع، روحي نظفي نفسك، الكلام اللي هو ممكن إيه نسمعه ده. فيا بنات يا ستات، إحنا هنا عندنا الشفرات الخارجية أو المنطقة العانة بننظف، اللي هي اللي من بره الشعر ده عن طريق الشيفينج أو الحلاقة أو السويت. استخدمي وسيلة الإزالة اللي تريحك، لكن استخدمي حاجة لا تسبب ليكي الألم. عندنا الشفرات الخارجية والشفرات الداخلية، منطقة البزر بقى حواليها غدد زي الغدد اللي بترطب وبتفرز إفرازات بتسهل العلاقة الزوجية. فالغدد دي ساعات بيحصل لها انسداد، بيحصل لها انسداد من ايه؟ من قلة النظافة. او انا بقول لكم من قلة النظافة ليه؟ لان
انا بقى في الاول خالص كده كزي اي عروسه، ولا ماما كلمتني في حاجه ولا وصاحبتي مش عارفه زيها، وبعتمد على التجربه والخطا مع نفسي كده، مفيش معلومات عامه، مفيش ثقافه جنسيه، مفيش اي حاجه. فانا بحاول ايه ان احنا بقى الحاجات اللي تعرضنا لها يعني ايه ننصح بيها البنات عشان هم ما يتعرضوش ليها. فحضرتك الغدد دي ربنا عاملها عشان بتفرز مواد يعني مخاطيه كده بتسهل العلاقه الزوجيه، وبتفرز ماده لونها بيضه، بتفرز ماده لونها بيضه، مش الماده اللي هي من داخل المهبل دي هنشرحها بعد كده، الماده اللي هي حضراتكم كل بقى البنات اللي بتقول لي اصل انا جيت فتحت المنطقه كده لقيت فيها حاجات بيضه، هي ايه الحاجات البيضه دي؟ اصل انا جيت مش عارفه انضف نفسي لقيت حاجات بيضه، هي ايه الحاجات البيضه دي؟ حضرتك الحاجات البيضه دي دهون، عباره عن دهون، غدد دهنيه، ده غير غده بارسينول، يعني المنطقه دي فيها الغدتين بتوع بارسينول وغدد دهنيه، غدد بارسينول بتنزل افراز شفاف كده اثناء العلاقه عشان ايه؟ اللي هو يسهل عمليه الايلاج. الغدد بقى الدهنيه دي بتفرز دهون لونها ابيض لترطيب المنطقه، عشان كده انا على طول بقول في فيديوهات العنايه بالمنطقه الحساسه المنطقه مش محتاجه ترطيب، المنطقه مش محتاجه ترطيب، ربنا عامل كريم داخلي لغدد جوه بتفرز كريمات، بتفرز دهون عشان ترطب المنطقه من الداخل، من عند الشفرات، من عند البزر، عشان ما تخليش فيه احتكاك، ما تخليش فيه احساس كده مش حلو مع الملابس الداخليه، مع لعب الرياضه، مع المشي، مع اي حاجه. فحضرتك يا ست الكل المنطقه دي فيها غدتين بارسينول، فيها غدد دهنيه بترطب نفسها بنفسها، ما عليكي الا ايه؟ ان انا اتشطف بميه دافيه. طب ياسمين اللي يحصل لها كده وعندها الم وعندها حاجه ورمه ومكسوفه مش عارفه تسال حد ومكسوفه تروح للدكتور، لو حاجه بسيطه حضرتك هتعملي ايه؟ هتملي البانيو شويه ميه كده، شبر ميه او طبق عندك واسع كده، هتحطي فيه ميه دافيه وتحطي فيه معلقه ملح وتقعدي فيه. وهو ده اللي انا عملته، لما ما فيش حد عرف يحل لي المشكله جبت ميه دافيه وقعدت فيها عشان ادوب الافرازات الدهنيه اللي جوه، وبدات بقطنه كده بالراحه انظف المكان. حضرتك يعني كل البنات اللي اول مره تسمع الكلام ده ودخلت لقت الدنيا عندها بايظه، حضرتك هتقعدي في ميه دافيه حطي عليها شويه ملح، هتبداي بقطنه تنضفي نفسك، وما تخافيش وملوش علاقه بالغشاء، الغشاء ده جوه، احنا كل اللي بنعمله دوت خارجي، تنظيف خارجي، وتنضفي كده وهتدهني جراميسين او تيراميسين، عارفين التيراميسين اللي ساعات بنجيبه لما يطلع لنا مش عارفه حبايه عند عينينا او حاجه كده، جراميسين تيراميسين اللي هي الحاجات اللي هي جراميسين وتيراميسين، هتدهني عليها يومين ثلاثه والالتهاب ده هيروح، وعلى طول نقعد في ميه سخنه وننضف نفسنا. بس لا مش على طول، مش على طول يعني عند الحاجه، عندك افرازات، عندك دهون، عندك مش عارفه ايه ومش عارفه، اقعدي في ميه كده دقيقتين ثلاثه وهننضف بقطنه ونهتم بنفسنا وننضف نفسنا عشان المنطقه دي. الجزئيه دي يا ستات ركزوا فيها قوي، ركزوا بنات، ان الناس هتعمل لايك تعمل لايك، واللي مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس. الجزئيه دي اللي كلكم بقى عايزين تسالوا عليها، يعني ياسمين الافرازات اللي حوالين الشفرات دي حاجه، والافرازات اللي بتنزل من عند المهبل حاجه تانية. طبعا يا ست الكل، الافرازات اللي احنا قلنا عليها البيضه اللي حوالين الشفرات دي، دي افرازات من الغدد الدهنيه عشان ترطب المكان وتحمي المكان، لكن الافرازات بقى اللي بتنزل في البنتي، يعني احنا عندنا دلوقتي نوعين من الافرازات، احنا كلنا افرازات نظافه نظافه نظافه، احنا بصي حياتنا نظافه وديننا دي النظافه، عشان كده بقول لك اتوضي خمس مرات، يعني واحد هيتوضى خمس مرات، هيستحمى مره في اليوم، هيبقى مش نظيف، لازم يبقى نظيف. فحضرتك الافرازات البيضة اللي جوه الشفرات دي حاجه، دي من الغدد الدهنيه، لكن الافرازات بقى اللي تنزل في البنتي دي حاجه تانية خالص. الافرازات اللي البنات للاسف قالت لي اصل انا كنت بستكشف نفسي ودخلت صباعي لقيت مش عارفه افرازات، اصل انا كنت بتحسس كده اما فتحت المهبل فلقيت افرازات. لا يا حبيبتي، الافرازات اللي انت لقيتيها دي، دي بقى افرازات من فتحه المهبل، فتحه المهبل بتنزل افرازات بيضه مجبنه، افرازات شفافه، افرازات الدوره. الافرازات البيضه دي حضرتك عندك التهابات، واجري روحي الدكتور النسا عشان تديكي مضادات حيويه وتديكي كريمات مضاد حيوي تدهنيها. افراز الدوره احنا عارفينه، بنيجي كده اول يوم الدوره بيبقى نقط دم بامبا، وبعدين تاني يوم دم غزير ولونه كده احمر جامد، وبعد كده يقل تالت يوم، وبعدين اخر يومين بتبقى افرازات بسيطه. فدم الدوره حاجه،
والافرازات ايه؟ الافرازات حاجه، ده بالنسبه للبنات اللي بلغت، والستات اللي هي الدوره عندها ايه؟ منتظمه. طب الافرازات بقى ياسمين اللي هي لونها ايه؟ شفاف كده او لونها مصفر، دي افرازات هرمونات اللي هي التبويض. حضرتك الدوره جات لك بعد مش عارفه 16 يوم 14 يوم بتبدا الدوره، وهرمون الاستروجين والبروجسترون تاني، فبتبدا تنزل بقى ايه؟ خيوط كده وافرازات اللي هي تدل على التبويض. والبنات والستات اللي عندها افرازات لونها اصفر كده، او يعني مش مبيض بقى مجبل، لا مش مبيض مجبل، لا افرازات بتمط كده او مخاطيه شويه، تتبسط من نفسها لان كده الخصوبه عندها كويسه، التبويض عندها كويس، فما تقلقيش. الموضوع بس عايز نظافه وعايز اهتمام. كل يوم بنستحمى، كل يوم بننظف نفسنا، بنمسح بقطنا، بنمسح بايدينا، وندخل ميه دافيه، ما نخافش من اي حاجه ملوش علاقه بالغشاء، الغشاء ده جوه، كل التنظيف ده تنظيف خارجي. بإذن الله الفيديو يكون مفيد ليكم. سعيدة جدا، حضرت كتير قوي وذاكرت كتير قوي قبل ما اعمل الفيديو. شجعيني بلايك ومستنية تعليقاتكم الحلوة.